بناشد كل المواطنين الشرفاء بسرعة الإبلاغ عن أي مواطن غير صالح بيأوي فراخ في منزله أو تلاجته، وإن العد التنازلي للغرامات هيبقى وذلك لظهور مرض خطير يدعى أنفلونزا الطيور، والمواطن اللي هيبلغ عن أخوه المواطن هيطلع مصلحة حلوة. كده يبقى تلاعب بأرواح الناس. دي إشاعات، ما يسيبوا الناس تذبح وتاكل، هي الفراخ هتعطس كمان. ما ينفعش يا طنط، لانه ثبت علميا ان جيل التسعينات من الفراخ نقاهته المناعيه في تدرج مستمر الفتره اللي فاتت. انا مش صعبان عليا غير الكتاكيت، مامتهم ماتت والراجل بيبيعهم قدام المدرسه. بقول لك ايه، اوعي تيجي جنب الراجل ده ولا حد تشتري منه كتاكيت، فاهمه؟ ليه ده كتكوت يتيم ومامته عيانه. هلا بقول لك اسمعي الكلام، انت عارفه انت ممكن لما تقربي من جنب الكتاكيت دي هيجيلك انفلونزا الطيور، هنديكي حقنه قد كده هتوجع. طب ما يدوا الفراخ حقنه ويدوها دواء وتخف. ما ينفعش يا طنط اللي حياتك بتقوليه ده، لانه ثبت علميا ان انفلونزا الدجاج تشبه في تكوينها طائر الحرباء من حيث تلونه وتكيفه مع الواقع. الواقع بقى ان الفراخ دي وقعت خلاص في شر اعمالها، انا اساسا مش مقتنع بيها ككائن. يعني طول عمرك يا عادل نقرك من نقر الفراخ. مش مساله نقري من نقرها، يعني مثلا الفراخ دي يا جماعه ككائن عندها جنيحه وما بتطيرش، ايه مكسله تطير يعني تستهبل؟ لا طبعا يا عادل انت اللي بتفتي، الفراخ كان طول عمرها بتطير وبتحلق عاليه، لكن للاسف نتيجه التغير الهرموني اللي حصل لها ضمور في اجنحتها اليمين. اجنحتها اليمين؟ طب خدي دي بقى عندك، الفراخ دي بتبيض اساسا وتسيب البيض بتاعها في كراتين، ازاي اقامل لوحده بتفرط في ضناها بالشكل ده وبتسيبه يعني؟ على فكره بقى انت لازلت مش فاهم وجهه نظر الفراخ. وجهه نظر فراخ ايه بس؟ فراخ ايه اللي عندها وجهه نظر؟ طب خدي دي، الفراخ دي الديك بيبقى على علاقه بكل الفراخ اللي في العشه في نفس الوقت، فين كرامتها الفرخه دي؟ بصراحه بقى في دي انت معاك حق. عشان كده يا جماعة احنا لازم نأمن مداخل ومخارج البيت، هركب عليهم كلهم سلك، والكالون بتاع الباب كمان هيتغير عشان نتجنب اي شنة هجومية من الفراخ. ايه الشنة دي؟ طبعا مش الفرخة لو عندها انفلونزا الطيور بتشن؟ واهم حاجة يا جماعة بالنسبة لجناح الفرخة محدش شكله خالص، لانها اكيد ما بتشن بتمسح في جناحها. بالمناسبة دي انا اتفرجت على فيلم وثائقي قصير اسمه الطيور، بيتكلم عن شوية دجاج قاموا بمهاجمة جزيرة. ده المرة دي بقى مش بيهاجموا جزيرة، ده بيهاجموا مصر كلها. عشان كده اعلاميا لازم نتجنب يا جماعة اي تعامل مع اي حاجة فيها طيور. يعني مثلا بالنسبة للافلام مش هنتفرج على الدنيا على جناح يا ماما، ولا الفيلم التاني اللي هو بتاع ديك البرابر، ولا طيور الظلام. بسرعة يا واد انت وهو. ايه ده؟ ايه معلمة بدرة ده؟ والله نورت المحل. وايه ده كله ده؟ دي فراخ. طب ليه مكلفة نفسك بس كده؟ يلا واد انت وهو امشي راقب الطريق على ما اكلم المعلم وراوز. اموري. بص بقى يا معلم رمزي، البلديه مبهدله الدنيا وبتفتش على الفراخ عاطل على باطل. يمكن يكونوا عايزين يعملوا شوربه. هو عارف في شوربه خلاص، دول ناويين على الشر وعايزين يجيبوا المحل ضرفه. قول لي بقى، انا عايز اعرف مين اللي قال ان الفراخ فيها انفلونزا. انفلونزا؟ ما دي غلطتك برضو يا معلمه، اكيد كنت بتسيبيهم مش متغطين وهم نايمين بالليل مثلا. الا قول لي يا معلم رمزي. قول يا معلم، انت ليك في الفراخ؟ يعني انا ما تحرجنيش بقى معلمه بدارة بقى. بتحبها بقى عتقيه ولا بدارة؟ يعني انا خايف اقول بدارة تبقى بجاحه مني بقى. اكيد يا واد. بص بقى يا معلم رمزي، امور خالتك بدارة هتتفق معاك اتفاق، بس على شرط الاتفاق ده يكون اتفاق رجال. طبعا، امال يعني اتفاق فراخ؟ بص بقى، انا هاخد القفصين دول ادخلهم عندك جوه لغايه بكره الصبح، واجي الصبح اخدهم لغايه البلديه دي ما تنزاح، وبعدين انا هجيب لك جوز فراخ هديه من غير ولا مليم. ايه رايك؟ ايه ده، جوز فراخ ليا انا لوحدي؟ يعني ممكن مثلا اقعد العبهم واحط لهم ميه ورز وكده؟ موافق.
ماشي في ايه؟ لا يعني ماشي يعني موافق مش ماشي يعني. عادي يا ام ميرفت. الله هو اكبر يا اخويا الله هو اكبر. الا قولي لي يا ام ميرفت انت بلغتي عن كام واحد؟ 5. وعرفتي بقى ازاي انه عندهم فراخ؟ يوه يا مجيده يا اختي احنا مش جيران وسرنا كلنا مع بعضينا. جيران وهي باعت جيرانها عادي يعني؟ في اي سعاده؟ مش لمصلحتهم يا اخويا؟ مش بدل ما يضروا نفسهم ولا يضروا جيراننا ولا يضروا اللي حواليهم؟ وبعد البوباء ده اللي بيتكلموا عليه في الجرايد والتلفزيون، يعني انا غلطانه؟ بصراحه انا معاك يا ام ميرفت، لان الحتميه التاريخيه بتحتم التضحيه بالفرد من اجل المجتمع. الفرد ايه المجتمع؟ ايه دي باعت جيرانها بياعه بياعه يعني. بقول لك ايه يا ام ميرفت، انت عرفتي ان ام شيماء قبضوا عليها؟ يا لهوي لحقوا يمسكوها؟ ده انا لسه مبلغ عنها من ساعه. بصي يا ام ميرفت، اكيد اللي انت بتعمليه ده صح، عايزه تحافظي على العماره وعلى السكان وعلى نفسك، بس يا ترى بقى عملت ايه في الفراخ اللي عندك؟ دول حبيبي. عايز ايه؟ افتح دولة، ده انا جاي واجب معاك يا عم رمزي، ما انساش اخوه حبيبه. انا عايزك تنساني، انساني يا رمزي انساني. يا دولة، رمزي بتبقى اللقمة في بقه يخرجها من بقه ويحطها في بق اخوه. الله يقرفك، رجعها في بقك تاني يالا. ما تخافش يا دولة، دي مش لقمة عادية، دي لقمة بقى ممكن يتعمل عليها فتة وشوربة وكوارع وهتبقى ليلة يا دولة. لقمة ايه دي يا عم الساحر؟ مفاجأة. اخلص. انت هتعمل لي ابراهيم الطاير جاي بيه وريه طن 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 طن. يا نهار اسود، ايه اللي انت جايبه ده يالا؟ ايه دول؟ ايه يا عم اتخضيت كده ليه؟ هي قنبله ولا ايه يا عم؟ دول حيالله جوزين فراخ بداره. يا ريتها كانت قنبله، جايب لي فراخ. انت عايز تموتنا كلنا؟ انت ما سمعتش عن انفلونزا الطيور يالا؟ اديك قلت بعظمه لسانك يا دول، اهي انفلونزا الطيور. الفراخ بقى مالها ومال الطيور يا عم؟ الطيور بتطير، الفراخ بتربي يا دول. مين؟ ام ميرفت يا عم، في ايه؟ هي شغاله عند البوليس دي ولا ايه؟ دي اللي مشغله البوليس ده لغايه دلوقتي قبضى 8-7 انفار، احنا التامنين. دي التامن؟ طب ما انت كده ترتيب كويس يا دولة. ايه هو احنا هنتحبس في الاولمبياد؟ ترتيب كويس ايه؟ يلا بسرعه شيل البتاع دي وتعالى معايا، تعالى معايا يا جماعه، حد يفتح الباب يلا بسرعه. حاضر بسرعه. دولة بسرعه ليه بس؟ خش خبيهم تحت السرير بسرعه. يا عم تحت السرير كده هيفطسوا يا دولة. صعبان عليك الفراخ ومش صعبان عليك البني ادمين؟ بسرعه يلا. تمام يا عم، تمام. استنى بقى نشوف المصيبه الثانيه اللي بره دي. يلا انت واقف ايه؟ صعبانين عليا. صعبان تعالى. رانيا يا حبيبتي، انا بقى عايزه اسالك سؤال. يا اختي مهم قوي، عشان انت بقى الحلوه الجميله كده. هو المكرونه البشاميل دي لازم تتعمل بالمكرونه المقصوصه، مش ممكن بلسان العصفور؟ والله كنت ماما ميرفت كبشاميل يعني. انا عمري بصراحه ما عارفه اعملها ابدا، ما فهمش فيها اي حاجه. حضرتك ممكن تسالي فيها كبشاميل طنط انعام، هي ادرى مني. قولي لي بقى يا انعام، جاتي المكرونه دي لازم اعملها مش بلسان عصفور؟ ممكن اعملها بلسان عصفور يا اختي؟ لسان عصفور ولا دبور كله بيتاكل؟ لا دبور ايه اللي بيتاكل؟ لا طبعا يا ماما. بصي حضرتك يا ام ميرفت، يعني هو لازم تبقى مكرونه مقصوصه، واحسن حد بيبيع المكرونه المقصوصه واحد اسمه الناطع. الناطع ده بقى موجود في باب الخلقه، تطلعي على الناطع تجيبي منه ارخص ب 50 قرش من بره السوق. وعندي حبيبي المكرونه ولسان عصفور سايب؟ عنده سايب وممسوك وعنده لسه جوه العصفور وكله يعني. ايوه دولة، بس ده المحل ده بعيد، ولو راحت له دلوقتي ممكن تلاقيه قافل يا عم. انت مالك انت جاي دلوقتي تعقل وخلاص؟ اسكت خالص. ايه ده يا اخوي؟ ايه الصوت ده؟ لا مفيش ده ولا حاجه يعني، مفيش حاجه يعني، خلاص مالكيش دعوه انت يا ام ميرفت. ايه الانعام يا اختي؟ الحان يا عادل، في
يا رانيا؟ في ايه؟ ايه اللي جاب الهباب ده هنا؟ ما تقلقيش ما تقلقيش، كله هيبقى سليم ان شاء الله، بس اهم حاجه توطي صوتك والنبي يا رانيا، ام ميرفت بره وبتدور على الثمن اللي هتسلمه. طب اتفضل شيلهم من هنا دلوقتي حالا، شيلهم من قدام. يا رانيا انا مش فاهم بس ايه اللي قال ايه؟ الابحاث العلميه اثبتت ان انفلونزا الطيور. انت حطيتي وشك هشيلهم ولا لا؟ خلاص خلاص هشيلهم، بس وطي صوتك والنبي عشان ام ميرفت لغايه اما تغور، بس انا هتصرف هتصرف. اوكي. يا رمزي يا دول شيل الزفت دول من هنا بسرعه بسرعه. هتطبخوه من هنا؟ بقولك ايه بقولك ايه، انت بتاع انت شيل الزفوده دي من هنا. ايه اللي شيل الزفوده دي من هنا؟ انت اول مره تشوف الفراخ مش عايزه تطبخوهم؟ خلاص ما تطبخوهمش، لكن دي النعمه. ما حدش يشيل الفراخ بعد كده. ايه ما حدش يشيل الفراخ؟ هي الفراخ دي بنت خالتك، هتعمل لي فيها ديك يا اد. شيل الفراخ وامشي يلا. ماشي يا رانيا ماشي يا رانيا. يلا يلا استنى 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 بس ما اشوف الاول ام ميرفت دي مشيت ولا لسه. استنى مشيت يا غبي وانا لسه شفتها. بص مشيت. تعالى تعالى غبي جدا غبي جدا. بص الفراخ دي زي ما جبتها روح ارميها مكان ما جبتها يلا. لا يا عم قلبي ما يطوعنيش، اخلى بيهم. تخلى بيهم ايه؟ هم قرايبك بتتكل على الله، روح ارميهم في اي حته يا عم. طب بص يا دول انا هروح احطهم ابيتهم يعني مع اخواتهم في البازار. بازار؟ انت في غيرهم في البازار؟ كتير يا دول كتير. مين؟ انت تعالى نخفيه في اي حته. يا جماعه يا اخوانا اللي في البيت اي حد يفتح الباب. في ايه بس مش فاهم؟ انت مش فاهم وعمرك ما هتفهم. احنا عايزين نخبي الفراخ دي. نخبيها فين؟ نخبيها فين؟ بص تعالى حطهم هنا حطهم هنا. صح بسرعه بسرعه بسرعه. بس شيلوا 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 تعالى تعالى حطهم هنا. هي هي يا غبي صح ايه؟ بس دول انا عندي فكره دول إيه؟ احنا نعلق الفراخ هنا اهو على الشماعه. ها كده اهو. ده على اساس بقى مجيده وهي خارجه تلبس لها اي فرخه منهم. هي غبي هي غبي الفراخ هنا تعلقها على الشماعه. بس بس اهي احنا نعمل اللي هو خن كده. يلا بينا نشوف بقى بتاعت البشاميل دي. انت شلتوا انتوا يا دول عدم الاستقرار مش حلو للفراخ. يا دول افرض حد دخل ولقى فرخه بتبيض يبقى موقف الفرخه ايه ساعتها؟ يعني خايف تخدش حياء الفراخ؟ طبعا. حطهم مش نافع معاك. تعالى تعالى اقف من فوق ده. نفسي من زمان اطول وش. ماشي يعني اشيل لك العمدان اللي في العماره كلها. قولي لي يا مجيده يا اختي، هو انا لازم احط المكرونه البشاميل لبن حليب؟ يعني ما ينفعش لبن البودره بتاع البت بت ميرفت اللي كانت بترضعه لابنها ميدو؟ الله انا ما كنتش اعرف ان ميدو كان بيرضع رضاعه صناعي. لا ده رضع زراعي. اللي هي دول هي كانت بترضعه برسيم؟ انت مش اخوه في الرضاعه ولا ايه؟ السلام عليكم. كويس قوي انك جيتي. هي دي بقى يا حبيبي اللي هتدلني. ليه انت تايهه ولا ايه؟ ايوه تايهه. ايوه اصل هي يعني بتفكر تعمل المكرونه بالبشاميل ومش عارفه ازاي. طب انا مالي بشاميل؟ استنيني بس يا سناء استنيني. الله يخليك يا بنتي انا احترت واحتار دليل. بصي المكرونه البشاميل لازم احط لها لبن حليب، يعني ما ينفعش لبن بودره. بشاميل؟ هو انت عندك عيد ميلاد وعايز تعملي تورته؟ انا مالي، انا جايه من الشغل والمواصلات والزحمه والقرف، تقولي لي عيد ميلاد بشاميل؟ يلا 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 يلا. لا يا اختي هدي شويه، وانا جاي اشحت منك ولا ايه؟ يعني عاجبك كده يا استاذ علي؟ لا لا طبعا مش عاجبني. لا لا ده انا زعلانه يا استاذ علي. لا 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 عيب. لا والله ده انا زعلان. ده انت جارتنا يعني. ده 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 ينفع يعني يا استاذ علي؟ لا ما ينفعش طبعا ما ينفعش. لا والله ده انا زعلانه منك يا سلام. لا تزعلي ولا حاجه.
في حد بيصرخ؟ لا 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 مفيش، ده تحت في البدروم. في البدروم تعالى يا خبي، تعالى تعالى. يا خبي ما هي الصوابع عامله لك كده، عامله لك كده، افهم. تعالى خلاص يا جماعه ما تقلقوش، دول هيمشوا دلوقتي حالا، انا ما اعرفش عنهم حاجه، هو الزفت ده هو اللي جابهم. ارمي الزفت ده والفراخ دي في الزباله. ما هو لو رماهم في الزباله هيفضلوا يكاكوا في الزباله. خلاص يرميهم في المسرح. لا ده انسب، لا عايز كده غير حضاري، كده ناذي غيرنا. يا اختي ان جالك الطوفان حط ولدك تحت رجليك. يا نهار اسود، هتخلي امي تحطني تحت رجليها؟ انا هتصرف يا جماعه ما تقلقوش، انا هتصرف. تعالى تعالى يلا. استنى تعالى من هنا. غبي 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 الواد ده. استنى هنا هراقب الطريق وبعدين اقول لك يلا. يلا يلا. طيب لا انا اللي هقول يلا، انت ما تقولش يلا. طيب يا دول يلا بقى. ما تقولش يلا، انا الاقي الطريق كل حاجه تمام هقول لك يلا. ما تقولش يلا. يلا بقى. اثبت مكانك، اثبت مكانك منك لو. احنا جمعيه مكافحه انفلونزا الطيور. ها بقول لكم ايه، احنا تنبيه ونبهنا، تحذير وحذرنا، غرامات وغرمنا، نعمل ايه بقى تاني؟ ها حضرتك يعني احنا برقه، احنا برقه، ما حصلش مننا اي حاجه يا باشا. مش كده؟ مش كده صح. وقعت يا ام مرفت بقى، انت بقى عماله تبلغي الناس وعندك عشه وبتبلغي عن العشش وتبلغي عن التقفيصه، ها، وانت بيتك مليان مزرعه فراخ صح؟ حضرتك انت فاهم غلط. دي ام انا. انت مرفت؟ مرفت عدم المؤاخذة يعني، البيت فيه ست ستات ما فيهمش ولا واحدة مرفت حضرتك. يعني انا دلوقتي يعني عايز افهم اعمل ايه، يعني انا هرجع فاضي يعني بقى ولا ايه؟ انت ايه جايب ميكروباص وجايب فنلاية ولا ايه؟ حضرتك ام مرفت موجودة في الشقة اللي قدامنا كده اهو. ايوه هاتوها هاتوها بسرعة. حضرتك يعني علمك واضح ان البلاغ صحيح، لان على حسب علمي ان ام مرفت كانت بقالها فترة عايزة تعمل مكرونة بشانيل، وطبعا حضرتك سيدي العارفين ان مفيش دخان من غير نار، فبرضه مفيش بشاميل من غير فراخ او من غير بيض. كلامك املك. في ايه يا جدعان انت وهو؟ الله احنا بنجيب ممنوعات ولا ايه؟ هو في ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ مش انا اهو. الله جرى في ايه يا سعاده؟ خرب بيتك يا ام غوصر، هي فين الفراخ دي؟ هي اللي حطت الفراخ دي عندي في اي بيت؟ بقول لك ايه يا ست الحاجه، بصي احنا مسكنا قوصر ومسكنا ام كوثر، واحنا بقى راصدينك، ها راصدينك وراصدين الفراخ دي من ايام ما كانت كتاكيت يا اختي. ايه جمعيه الكرتون اللي انتوا فاتحينها دي؟ واضح ان سيادتك جالك انفلونزا طيور، خلي بالك. بس احنا متشكرين جدا. العفو، احنا اسفين جدا والله. لا 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 عادي، احنا ياما بنتعرض للازعاج. اتفضل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. وانا يا سعاده اللي اعملوا معايا ايه؟ هيحبسوكي طبعا، مش مخبيه الفراخ عندك، هيحبسوكي. مش مبلغه في سبعه انت التامنه. سلام عليك يا سعاده. يلا يلا اطلع بره، يلا اطلع بره، اطلع بره. استنى استنى استنى، حضرتك خد دول كمان معاك بعد اذنك. لا يا دولا، دول بتوع ام مرفت برضه. اتفضل يا دولا. ده مين؟ استهبل يا دولا بقى ده. خلاص يا عم انا هروح اسحب لنا جوزين فراخ من اللي في البازار ده، والمعلمه بطاره مش هتحس باي حاجه، وتبقى كده اتعوضت. ده كده مش اتعوضت، ده كده اتعورت. ايه ده دولا؟ تعالى لي بقى. تعالى لي. لا دولا لا لا لا، هبطحك هبطحك. لا يا دولا احذف يا دولا، احذف احذف. يا غبي انت مش عارف ان انا هضربك؟ يا مامي. ايه يا حبيبتي في ايه؟ يا مامي انا تعبانه ودايخه وبطني بتوجعني. يا حبيبتي دي من قله التغذيه، انت مش بقالك اسبوع ما بتاكليش لحمه؟ انا بطني بتوجعني ودايخه ونفسي غم عليا. ايه بتقولي ايه يا مامي؟ بقولك بطني بتوجعني ودايخه ونفسي غم عليا.
بطنك بتوجعك ودايخة ونفسك غم عليكي؟ ايوه. يعني حاسة بايه بالظبط؟ بصي بصي يا مامي، انا عادة يعني ببقى على دراية كاملة بالاوجاع اللي بتهاجم جسمي، بس المرة دي اختلفت مع نفسي. ازاي يعني؟ مش عارف، انا افتكرت قصدي ان بطني بتوجعني من اللحمه اللي اتغديت بيها انا وعادل بره البيت امبارح، وبعدين قلت لا، احتمال كبير قوي تكون من الكباب اللي اتعشينا بيه انا وعادل امبارح، او بقى من سندوتشات اللحمه اللي اكيد حضرتك فطرتي بيها النهارده وبتقولي انك ما بتاكليش لحمه. لا دي كانت كويسه. طيب في ريحه معينه كده انت ما بتطيقيهاش؟ ريحه عادل مش طايقاها. طب والبيت؟ مش طايقه يا مامي ومخنوقه منه هفطس. طيب ما نفسكيش كده في اكله معينه كده، حاجه حلشه؟ لحمه. طب ده بقى يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ جعانه؟ لا يا حبيبتي، بقول لك ايه بقى، الموضوع ده لازم يفضل سر. ها ده داري على شمعتك تقيد، الموضوع ده بالذات مش لازم تتكلمي مع حد فيه خالص. يعني يا مامي سر ايه؟ اللي مساك؟ مساك ايه يا حبيبتي؟ انت ح ح ح ح ح ح ايه كنت هتقولي يا مجيده دلوقتي؟ انا كنت بقولها يعني ان انا حاسه انها تعبانه، علشان كنت فاكره انها اكلت اللحمه اللي انت كنت شايلاها في الثلاجه، يعني عشان كده انا كنت بقنبها. بحسب كويس ان هي كلتها، انا من الاول شاكه ان اللحمه دي لحمه حمير وكنت قلقانه اكلها، فظني طلع في محله. يا خفيفه مش فاهمه يعني، بس المهم الموضوع ده هيبقى سر. انت سامعه ولا مش سامعه؟ انت حامل. مجيده كنت عارفه انك كذابه من الاول. كذابه؟ انت حامل؟ ما اعرفش. بلاش الاسلوب الواطي ده معايا، انت حامل ولا مش حامل؟ انت مالك انت دخلي في شؤونها ليه؟ ايه اللي هتدخل ده؟ ما فيش سر في البيت ده يستخبى عليا. ولا انا مالي صحيح؟ انا مالي؟ انتوا احرار. انا ماليش دعوه، ولعوا بعضيكم. بالنسبه لفكره ان الموضوع ده يبقى سر بينا، قائمه ولا يعني ايه بالظبط؟ طبعا قائمه. اوعي تقولي لحد في البيت، ده مفتريين ويقولوا اللي ايه ده؟ ايه ده؟ مزعلين سناء ليه؟ بتقولي انت مالك يا ماما؟ ايه ده؟ محدش ابدا يقول لسناء كده يا جميل. انتي بصي، مفيش حاجه في البيت ده تستخبى على بنتي ابدا. وهو في حاجه بتستخبى في البيت ده اصلا؟ هو في حد قادر ينطق في البيت المدهول ده؟ خلاص مش عاجبك هوينا، قاعدين على قلبنا لا شغلة ولا مشغلة، ما تعملوا بلقمكوا. ربنا يخليكي ليا يا ماما، رفع راسي من غيرك كانوا زمانهم زلوني. بيعيروني يا ماما، بيعيروني عشان انا مش بخلف. عايزه ارجعي. ايه ده؟ عايزه ترجعي ليه؟ عشان هي حامل يا ماما. لا 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 لا، اقعدي استريحي يا اختي، اقعدي. مش قادره. معلش يا حبيبتي، من هنا ورايح كلنا هنخدمك، هنشيلك على كفوف الراحه. لا يا طنط، لا ما ينفعش، البيت وسخ جدا لازم ينضف، والمواعين والاكوام اكوام 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 في الحوض لازم حد يغسلها فوق. ريحي ولا يهمك بنتي يا سناء. نعم يا ماما. روحي نظفي البيت واغسلي الطباق. انا يا ماما؟ ايوه انت. ولا كلمه وما تعمليش دوشه، عاوزين نريح رانيا خالص. يلا مستنيه. يا ماما امشي، هتبقي حامل في ولد. يا سلام، وعرفتي منين بقى انه ولد؟ انا فاهمه وهي طايره من فروه شعر ياسمين وانا بسرحها. ايه الكلام البلديون اللي بتقوليه دوت، والجهل والخرافات دي؟ خرافات وجهل واللي انت قلتي عليه ده، بكره تقولي انعام قالت. سلام عليكم. ايه صوت الزغاريت الجميله دي؟ ها مين هيمشي نووي يفضلنا بقى مكان؟ انا خلاص نويت ان انا ان شاء الله اعمل هوم سينما. لا يا عادل، من هنا ورايح مفيش سينما، كل قرش توفره علشان الضيف اللي جاي. ايه ده، وفي حد هيجي غير اللي عندنا اصلا يعني ولا ايه؟ يا حبيبي الف الف مبروك، مراتك حامل. ايه يا مجيده، كنت عاوز انا اللي اقوله الاول. الهوم سينما ده بقى اللي هو تبقى كده واحنا نجيب بقى شاشه اللي هي بلازما او ال سي دي كده، هو اللي هي كبيره ومعاها سماعات بقى اللي هي سراوند، والواحد يبقى قاعد في وسط مين اللي حامل؟ مراتك يا حبيبي حامل. مبروك يا حبيبي، يتربى في عزك يا قلبي. لا، ما دام مش هيتربى في البيت ده يبقى خلاص بقى. ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش بتقوله هيتربى في ملجأ باين؟ ملجأ ايه يا حبيبي؟ يتربى في عزك. في ايه يا عادل؟ انا ليه كده حاسه
حاسه بصوتك بنبره سخريه مخلوطه بالاسف الشديد. زي ما انا حاسس في صوتك بنبره استعباط مخلوطه بنبره هبل يا هان. احنا مش متفقين ان احنا ننظم. ننظم ايه يا عم انت؟ هو احنا عندنا غير بنت مسكينه وحيده ياسمين محشوره جوه في الاوضه؟ طيب ما ده احنا طول الوقت بندعي ربنا ان احنا نلاقي لها سرير فاضي تنام عليه. جايه دلوقتي عايزه تخلفي. يا نهار اسوه تخلفي ايه يعني؟ انا اعمل ايه وحضرتك احنا وفرنا حتتين لحمه امبارح بالعافيه لما مامتك ما كانتش موجوده في البيت، لكن ما اقدرش اوعدك ان حتتين اللحمه دول هيتوفروا كل يوم. يا عادل الولد بينزل برزقه. ينزل برزقه ايه بس يا ماما؟ يعني هيبقى الولد لسه مولود والدكتور بيضربه على ظهره يقوم منزل شيك من بقه؟ انت رايح فين انت؟ رايح بقى اشتغل. ما انا خلاص بعد كده مفيش وقعات في البيت، هشتغل عشان اوفر الاكل والشرب والبامبرز داخل المدارس، وغير بقى يا الدكاتره وال ده انا مجرد ان انا افتكرت دخت بالكل هيموت من الفرحه. ألف مبروك يا دولا، ألف مبروك، والله فرحت لك من قلبي. يا أخيراً هتبقى أب. أخيراً هبقى يا أمال ياسمين دي تبقى بنت خالتي يعني؟ دولا إيه أنت شكلك كده مقريف ومش لامح خالص في مظهرك ابتسامات ولا أي حاجة فيه. أنا يا رمزي أصلاً ما كنتش عايز أخلف دلوقتي خالص. ليه يا دولا؟ هو أنت اللي هتخلف دي مراتك. أنت مخزن غباوة يالا. الله يخليك يا دولا. انا قد ما كنتش عايز اخلف دلوقتي، انا كفايه المسؤوليه اللي عندي. عندي في البيت ست ستات وانت عندي هنا في البازار، دي كلها مصاريف. انا كنت مستني واحده منهم بس تخرج من البيت وبعد كده افكر في حكايه الخلفه. ليه بس يا دولا؟ ده العيال دول هم تعزوا يا دولا وهيملوا عليك البيت وهيفرحوك يا دولا. يعني انت مثلا لما تيجي تعجز ولا تكحكح مين هيشيلك غير عيالك؟ بس لقيتها يالا، لقيتها خلاص كده الحمد لله اتحلت، ما بقيتش فيه مشكله. انا ان شاء الله اول ما اخلف النونو ده هستغنى عنك خالص يالا، هرفدك خلاص. لا وانت هترضى ده دول هتشردني كده وان في الشوارع كده اهو زي اولاد الشوارع؟ لا يا عم انت وبعدين ابنك يعني لما يجي يتخرج للدنيا مش هيلاقي ابن عم ابوه؟ معقول ابن عم ابوه يعني؟ دي حاجه مش مهمه خالص. وبعدين حط نفسك مكاني يا رمزي، يعني يبقى ابن عمي ولا ابني؟ ابني يا ابني الدنا غالي طبعا. ايوه دولا بس برضو يعني المثل بيقول لك ايه، انا وابن عمي على الغريب. وبعدين ابنك دون ابنك بس لسه يعني لسه مش منسوب الهويه فيبقى غريب. يا رمزي حط نفسك مكاني، انت تكلفتك عاليه يا ابني. ايوه دولا انا عارف ان انا تكلفتي عاليه، بس انت ممكن تلاقي ناس كتير قوي ارخص مني، بس الغالي تمنه فيها دولا. وعلى فكره بقى انت لازما يعني بتستخدمني ان انا استثمار. يعني خليك عندي هنا في البازار وبعد كده ابيعك بسعر عالي، ولا استنى عليك بقى لغايه اما تقدم زي الاثار كده هو ابيعك بقى بارقام خياليه؟ الاثنين يا دولا. لا 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 انت محتاج عشان تبقى اثار يعني محتاج مئات السنين. هيمر هوا. لا رمزي انا وصلت لحل كويس والحمد لله ربنا كرمني بيه. انا هستغنى عنك اول ما النونو ده يجي. لا النونو يا انت يا رمزي. ماشي يا دولا انت بقى كده هو انت اللي غلطت، علشان انا هحط النونو بتاعك ده في دماغي من جوه. وانت عارف لما بحط البني ادم في دماغي ايه اللي بيحصل؟ دماغ مين يا ادل اللي تحط فيها يا ابني؟ في ايه؟ ايه ده ايه ده؟ انت دماغك فاضيه اصلا؟ ولا قوم روح نظف الشارع قدام البازار، الشارع كله اجري. ماشي ماشي ماشي. يا رانيا في ايه يا رانيا؟ لو سمحت لو سمحت مش عايزه اتكلم معاك عشان انت السبب في دموعي دي كلها. الهرمونات اشتغلت بقى. طب يا رانيا بلاش نتكلم. حاضر. وده شيء متوقع طبعا منك، ما عندكش استعداد انك تطيب خاطري على اساس ان انا ما سويش عندك بصله. خلاص يا رامي تعالي نتكلم. مفيش اي كلام ممكن تقوله عادي هيمحي سنتي واحد من جراحي او هينشف دموعي المبلله على خدودي. لا ما دام وصلت لدموعك المبلله على خدودك، انا متهيألي الحاجه الوحيده اللي ممكن تنشفها بقى يا رانيا انك انت تقفي في الشمس، الشمس بتنشف على طول الخدود المبلله دي. بس استني بقى للصبح يلا. تصبح على خير. خساره خساره يا ربي خساره، وانا اللي كنت فاكره ان دموعي هتحرك مشاعرك. لا
لكن الواضح ان انا براهن على الاستحالي. لا ما دام وصلنا للاستحالي يبقى تعالي بقى قولي لي ايه اللي مزعلك فيه. ومنين اجيب كلام للناس يقولوه؟ يا احنا هنقضي الليل كله بقى في نجيب سرور ولا ايه؟ انا عايز اقف حاجه، انت ازاي تعمل في الموقف ده؟ موقف ايه يا هانم؟ موقف ايه ده؟ انا اللي اساسا متضايق. افندم؟ اه طبعا، احنا مش متفقين ان احنا هنأجل موضوع الخلفه دي لغايه ما ظروفي تتحسن؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني احنا عمرنا ما هنخلف تاني؟ يعني انا عمري ما هسمع كلمه ماما وهتحرم منها وانا عايزه شبابي. يا نهار اسمح يا رأي. هو انت ما بتحتكيش بياسمين بنتنا خالص ولا ايه؟ ياسمين بنت حبيبتي عادي، انا ما اقدرش استغنى عنها، بس انا برضو كل ما اشوف ياسمين احرم ان انا يبقى عندي بيبي صغير نونو، بيحبي بيضحك بيكسر بيعمل اي حاجه نفسه فيها. ايوه يا حبيبتي، ما احنا كل ده مرينا بيه مع ياسمين، وعندنا شرايط فيديو مصورينها طول الوقت، احنا نتفرج على الشرايط زي ما انت عايزه، اي حاجه فيها عياط نجريها، اي حاجه فيها بتحمي بتلعب بتكسر نبطئها ونقعد نتفرج براحتنا عادي. يا عادل يا عادل، انا نفسي في نونو صغنطط كده حبيبي، العب بيه اشتكوا ادلع نونو نونو. بلاش بلاش كل ده، انقله يا اخي معلوماتي عن الحياه عن المجتمع عن الثقافه. اقول له تقولي له يا عيني يا نونو هيستحمل ايه؟ قولي انت ما نفسكش في بيبي صغنطط؟ يعني انت عايزه الحق ولا ابن عمه؟ لا الحق. الحق؟ لا مش نفسي. بقول لك ايه يا عادل، انا ما عنديش استعداد اجيب اللي في بطني ده وانت واخد منه موقف حيادي. انا يا ماما مش واخد موقف حيادي، انا واخد موقف عدائي. ماما غض النظر. عادل احنا داخلين على ايام سودة، انا محتاجه ان انت تقف جنبي وتدعمني نفسيا. ايوه ما انا لازم ابقى مستقر نفسيا عشان اعرف ادعمك نفسيا. ما ينفعش، تعالى معايا. اجي معاك فين؟ تعالى بس يا عادل اقول لك حاجه، انت لازم تخش في المود شويه. اخش في المود نعمل ايه؟ يعني اصحي ياسمين بنتنا عشان اغير لها؟ حاضر يا ستي حاضر، نوم نشوف اخرتها. شايف يا عادل؟ شايف الحلاوه والجمال؟ دي هدوم ياسمين وهي صغيره، طنط انعام طلعتها من تحت السرير عندنا. شايف يا عادل؟ شايف حلوه ازاي؟ تجنن مش كده؟ طب ما تدوري كده شوفي وحدتين بامبرز ولا حاجه نوفر شويه عشان المولود الجديد. بصي يا عادل، المره دي مراتك هتخلف ولد، لازم تسميه على اسم ابويا الله يرحمه، والا هتخسرني، مش زي المره اللي فاتت تسمي ياسمين وما تسميهاش على اسم امي الله يرحمها. ايه يا ماما، يعني امك الله يرحمها ازاي اسمي بنتي على اسمها؟ لواحظ وانا ابو لواحظ ودي ام لواحظ ازاي يعني يا ماما؟ ومالها بقى لواحظ ان شاء الله؟ ولا اي حاجه يا طنط، هو بس اسم بلا هدف بلا دلاله. طب واسم جدا؟ عتريس. ماله عتريس كمان؟ ملوش يا ماما، بس هو يعني اصله اسمه منتشر قوي اليومين دول. انا بقول لكم ايه بقى، انا ابن بنتي هيتسمى على اسم اخويا، فاكر؟ ها، وبعدين احنا متفقين على كده من الاول. يا حماتي فاكر ايه؟ اسمي ابني فاكر؟ معقوله يعني اعذب الواد وهو داخل المدرسه؟ يعني بعد كده اي حد يقول له ايه مثلا وهو داخل مساء الخير فاكر عادل يقول لا مش فاكر ويضايقوه ليه؟ انت بتقولي على اسم خالي؟ انا اسمه على خالك اللي اسمه ريحان. ما انا ما اقولش ان احنا هنسمي ابننا ريحان. ليه ان شاء الله؟ ايوه ماما، يعني يبقى اسمه ريحان عادل، تحس كده انه مش اسم ولد صغير، تحس انه اسم شجره. جبتي الحاجات كلها؟ ايوه يا ماما، وتعبت جدا، اتهد حيلي. وانا جايه كمان قطع الخضري، جبت لك جزر وكوسه وبطاطس وطماطم عشان حبيبه قلبي تيجي تتعشى. كويس قوي. ماما عايزه مني حاجه قبل ما انام، انا تهد حيلي النهارده، تحب الملك الجزم بتاعه البيت كلها المعها لك وش وضهر؟ لا خلي الجزم لبكره، دلوقتي خشي على الحوض اغسلي الكوبايات كلها. يا ماما يلا. ماما مالك ياسمين؟ في ايه؟ خالته نجلاء بتقول ان انت هتجيبي بيبي وترميني وهتحبي اكتر مني. صالك يا نجلاء، ده ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه اللي اختك بتقوله ده؟ تعالي يا ياسمين تعالي. بصي يا حبيبتي، مفيش حد نقدر نحبه اكتر مني خالص، البنت بنت والولد ولد. يعني البنت عندها اللعب بتاعتها الرقيقه اللي بتقعد تلعب بيها، الولد بقى عنده لعب تانيه خالص، يبقى عنده مسدس، يبقى عنده كوره، او مثلا ممكن يتفرج معايا على الماتشات، ونقعد
بس انت برضو بنوتتنا الجميله، استحاله بحبه يعني اكتر منك. معقوله؟ معقوله يا ياسمينة؟ احلى بنوته في الدنيا. بوسه لبابا. ولا رمز، تعال تعال تعال. هنا انت بتسرق الخواجات يلا ولا ايه؟ ما لسه ما فيش خواجات دوله. مش في خواجه هيشتريه يبقى انت بتسرق ويخرب. اقعد، عايزك في حاجه مهمه جدا. قول يا دوله. خير؟ ها دوله ايه؟ ايوه دوله، عايز تقول ايه؟ انت مش فاهم يلا. مع السلامه يا رمزي. يا راجل انت مسافر ولا ايه؟ يخرب بيتك، يعني جايب المسدس وحطه في وشك عشان انا اللي اسافر؟ انت اللي هتسافر من الدنيا كلها بقى. دولة؟ لا لا دولة، انت هتموتني ولا ايه دولة؟ ما يعني هتودي نفسك في 60 ده يا دولة عشان خاطر كلب زي؟ ايوه انت عرفت نفسك كلب زيك، بس انت ياما وريتني. لا يا دولة، اللي يعيش يشوف اكتر يا دولة. انا مش ياما سليتك؟ ولا سلتني ولا هباب، انت كفايه لحد كده بقى عليك. ابوس ايدك يا دولة، ابوس ايدك، ابوس، ما تسيبنيش يعني اموت واديك نص ثروتي. ثروتك يا معافي؟ ده انت عندك بيجامه هتديني البنطلون بتاعها؟ انت كفايه عليك قوي بقى لحد كده. مش عايز اموت، لا مش عايز، عايز اعيش. مع السلامه يا رمزي. عايز اعيش. خفت يا معلم؟ خفت والله؟ صح؟ لا انا ما بخافش ولا حاجه دولة، بس يعني انا عايز اروح اغير البنطلون عشان شكله اتبل. يا عبيط يا اهبل، المسدس باين ان هو لعبه وحاطط البتاع اللي بتتعمل كده هو، يعني ايه اللي مخوفك؟ ده بتاع تريز ده يالا. ايه ده يا رانيا خلفت؟ يا دي لسه في اول شهر، خلفت امتى يالا؟ ايوه امال عتريس ده مين يا دولة؟ ابن مين يعني؟ ابني برضو، بس انا عارف اما قعدت فكرت مع نفسي كده اهو، حسيت برضو ان انا حنيت يالا، حنيت للابوبه. الابوبه؟ دولة هي الابوبه دي يعني غير الانبوبه؟ عشان الانبوبه بس بتاعتنا اتغيرت، عايزين نخلصت. لا الانبوبه دي اللي هي الام والاب مع بعض، ام بوبه، لكن الابوبه ده اللي هو الاب لوحده، يعني اللي هو بيحن بقى ان جاي له ابنه هيربيه وكده. اسره يا على دولة. الحمد لله. الحمد لله. عارف بقى يا رمزي لو جه ولد؟ طبعا يعني هتسميه رمزي؟ ده نقتله، اخلي امه ما تخلفوش يفضل في بطنها. يا دولة بس انت ايه النرفزه دي؟ انا دولة. طب انا هريحك يا عم، انت تدوني ها، وانا بقى اخده كده اعلمه واستقيه من صنعتي واشربه. ولا تشربه ولا تاكله ولا ليك دعوه بيه. الواد ده يعني اول ما يشد حلو كده هو هيجي ان هو يمسك البازار، ومش عايزك بقى خالص يا رمزي. لا انا هستنى لسه لغايه ما يشد حلو، يعني عارف وهو بيحبي، وهو بيحبي كده هو يجي ان هو بالمشايه، وهو بالمشايه يمسك البازار. يا اهلا وسهلا بيه في ورث ابوك. موتني يا حيوان، همسكه البازار، مش هستنى حتى لغاية اما يحمي. هجيب صورة بتاعت السونار دي اخليه هو اللي يمسك البازار هنا. هو عايز حاجة؟ لا دولة مش عايز. يعني هو هيشرف امتى؟ هيشرف قريب ان شاء الله، يعني كمان 8 شهور. ياه هيبقى عنده كم سنة ساعتها دولة؟ هيبقى عنده 20 سنة يا رمزي، وهيبقى مسؤول ويجي يمسك البازار. في ايه؟ ماشي مفيش مفيش، انا مش هنساها دولة. انا شايفك نص على فكره، تخيل. شايفني نص؟ انا خليك ما تشوفنيش خالص. يا سلام. ازاي دولة؟ ده انا عينيا ليك يا رمزي. دولة يا ابنك عميد. يا رب ولد، يا رب ولد، يا رب ولد. ها يا دكتور، ولد ولا ولد؟ هوا. هوا؟ يعني حضرتك شايف انها محتاجة تتزود هوا، ولا مثلا حضرتك حران محتاج هوا؟ يا استاذ هوا اللي في بطنها يبقى هوا. يعني حضرتك شايف ان ده ممكن يبقى فيه خطورة على الجنين، تحب مثلا نخليها تبلع بلوفر؟ معلش يا عادل معلش، بكره تعوضوه ان شاء الله، انتوا لسه صغننين. نعوض ايه؟ هو جن دخل فينا وهنعوضه؟ دي اللهجه اللي انت بتكلمي بيها المنتخب القومي ده؟ لا يعني انا مش فاهم في ايه يا حماده. في ايه يا دكتور؟ انا قلت لكم بلاش تنقوا 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 النق ده، ما حدش سمع كلامي. يا استاذ الحمل كاذب، الظاهر المدام تقلت في الاكل ولا حاجه. كاذب؟ كذب علينا كلنا حمل كاذب؟ لا عادل ارجوك ما تعملش في نفسك كده، انت عندك بنتك ومراتك وحماتك وامك، ارجوك سيب المسدس على طول. في ايه؟ في ايه حماتي؟ في ايه ده مسدس؟ لا ياسمين تعال خد ياسمين المسدس ده يا حبيبتي، خلاص
يا هوبا ده الولاد، انا عايزه عروسه. حبيبتي ابقى اجيب لك عروسه ويبقى معاك المسدس تضربي بيه العروسه. انت اللي هتلعبي لوحدك، العبي بكل اللعب لوحدك يا ياسمين. يا رن زعلانه ولا ايه؟ طبعا زعلانه، زعلانه لاني اول مره في حياتي جزء مني يكذب عليا، وطبعا زعلانه علشان انا مش هعرف اجيب النون. امال انا اعمل ايه على المصاريف اللي انا صرفتها دي غير المسدس اللي انا اشتريته؟ لان كان كنت ممكن ارجعه، بس انا اصلي ضربت طلقتين في رمزي يعني، فالراجل كمان اللي بعهولي كاتب يفضل بضاعه المباعه لا ترد ولا تستهبل. باين تستبدل. يلا مش اشكال، الحمد لله. يمكن عشان الواحد بس اتبطر على النعمة في الأول فجات كده يعني ملحوقة يعني. راني عموما أنا كمان اتعلمت درس عمري ما هنساه، اتعلمت إن أنا ما طلعش كل اللي في جعبتي للآخرين. طب رايحة فين دلوقتي مع الآخرين؟ لازم ترتاح. ارتاح؟ أيام الراحة خلاص ولت وانتهت، قد أصبحت امرأة فارغة. أصبحت امرأة فارغة كمان لغة عربية في المواقف دي. يا استاذ رمزي خلي ربنا في الكهف. يا لا رمزي بقى. بص بقى دول ما تفكرنيش يعني ان انا هرجع كده بالساهل، لا ده انا شايل لك البازار وشايل لك كل حاجه. يا لا رمزي في انت عايز ايه يا رمزي؟ اتراضى يا دوله، 100 جنيه ما ينقصوش مليم احمر. اه اوفر يعني، لو اديتك 100 جنيه ناقصين المليم الاحمر مع ان مفيش ملاليم مش هتاخدهم؟ دوله ال 60 جنيه بقى اللي انت هتديهم لي دوله هتديهم لي امتى؟ ماشي عم رمزي اقرص عليا. ماشي ال 40 جنيه يا سيدي هديهم لك بالتقسيط كل اسبوع 3 جنيه. لا يا عم انت بتستقرضني، انا عايز دلوقتي 5 جنيه على الترابيزه وبعدين نبقى قصدي ايه. هديك القسط الاول يا عم وسيبك من المقدم، مش اشكال خالص. اتفضل يا سيدي. لا دي هم 3 جنيه مرضي. مرضي يا دوله. يلا قوم هات لنا بيهم بقى سندوتشات. يلا بسرعه. لا يا دوله. تعملي ايه؟ سن الياس ما بيرحمش. سن الياس ده يا حبيبتي للي استسلمه، لكن الشباب بيفضل على طول اللي بيحافظ عليه. تحافظي على ايه؟ شبابك فقدتيه من زمان، من زمان قوي فقدتيه في السكه. بس انا عندي نصيحه ترجعك 100 سنه لورا. بص يا ستي، كوبايه ميه سخنه حطي عليها معلقتين عسل وقلبيهم وبلبعيهم كده على بقك، هتقومي على البيت ده بالمنفضه تقطعيه. ظريفه قوي الاخت. ها سناء؟ نعم يا ماما. عاوزاكي قبل ما تروحي المدرسة تفوتي على الصيدلية اللي جنبنا وتجيبيلي منها حاجة. ألف سلام عليك يا ماما، انت تعبانة يا حبيبتي ولا ايه؟ لا يا حبيبتي أنا عايزة قلم رجع النبي كده على ذوقك. الله الله يا ماما، شايفة الناس اللي بيحافظوا على شبابهم اتعلمي. لا يا أختي مخك راح لبعيد، أنا ما بتغندرش زي جماعة. ليه يا حبيبتي قلتي تقدري؟ على فكرة قلم الروج ده للحاجة فتحية، أصل دخلتها النهاردة وانت عارفة ان ابنها الصغير ما يقدرش على المسؤولية على المعاشات وعنده أمراض الدنيا كلها. اللي تفيدك في الموضوع ده يا ماما وفي الكلام الفاضي والمسخرة نجلاء بنت مجيدة، ابعتيها تجيب لك قلم الروج. لا يا حبيبتي لا يا حبيبتي، نجلاء عيانة النهاردة وهي نايمة ومش رايحة المدرسة كمان. خلاص انت حبيبتي بالخطوة السريعة انزلي ركودي جري وانا امسك لك الاستوب ووتش وهات قلم الروج. ياخدي خفيفة يا اختي ياخدي خفيفة. صباح الخير يا جماعة، بليز وطوا صوتكم عشان عادل ما نامش طول الليل بيشخر، الزهر بيحلم في حلم. لا لا أنا خلاص صحيت. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا ماما. صباح الخير. صباح الخير. الجرس. أنا أفتح
مفيش حد كان مع الدبدوب ده؟ لا يا بابا. وريني مكتوب عليه ايه؟ صنع في الصين. لا مش قصدي اللي مكتوب عليه من بره، قصدي اللي جوه الدبدوب ده اللي مكتوب فيه. استنى استنى. ايه ده؟ ده جواب غرامي. طلع قلبه كده ليه لبره؟ عنده القلب يا سيدي عيان، ايه ناقصاك انت كمان؟ ايه بس يا دولا، ايه اللي مضايقك؟ احكي لي، انت لو ما اشتكيتش لابن عمك حبيبك يعني هتشتكي لمين؟ اولا انا ما احبش حاجه تحصل في البيت ما كنش فاهمها. على فكره بقى يا دولا، انت الحته دي بقى بالذات ورثها مني انا. سيبك منك خالص. ثانيا دي سمعه بيت، يعني ممكن الكلام يتنطور كده ولا كده ويبقى شكلنا وحش قوي في المنطقه. ايه دول، الحمد لله مفيش نطورة اي كلام، لكن لو انت عايز الكلام يتنطور يعني ربع ساعة، ربع ساعة واخلي سمعتكم على كل لسان. بس يلا، كل لسان ايه دلوقتي؟ انا عايز اعرف مين اللي بعت الدبدوب ده. تاني حاجة عايز اعرفها، يا ترى اللي اتبعت لها الدبدوب هي عارفة اللي بعته ولا لا؟ تالت حاجة، هل اللي بعت الدبدوب ده اختار الميعاد ده قاصد ولا لا؟ رابع حاجة، لماذا اختار هذا الاسلوب في التعبير عن مشاعره التي هي من الواضح انها متشعللة في اتجاه واحدة عندكم في المنزل؟ يا حلاوتك يا استفندي يا ابن عم البرتقال، ده ايه الحلاوة دي يا لك؟ ابن عمك مشرفك. تعال اقعد يا تعال اقعد، والله ممكن تفيدني وانت مش قاصد يخرب بيتك. هقول لك دولة، الموضوع ده ملهوش الا حل واحد. اوعى تقول لي نقرر الدبدوب، انا عارف دماغك يا لك. الدبدوب ايه بس اللي نقرره يا دولة؟ الدبدوب ده لعبة. صح، انا اسف، انا غبي. بص يا دولة، هو حل واحد من ثلاث حلول. اذا انت هتقول لي ثلاث حلول؟ لا يا اخي، هو حل واحد بس جواه يعني ثلاث حلول. ايه الحل ابو ثلاثة ده؟ انا عمري ما سمعت عن حل ابو ثلاثة. اتفضل قول. اسمع مني، لما بيبقى فيه مثلا واحد بيبقى مسروق منه فلوس في محل مثلا، وبيبقى شاكك في واحد معين، بيعمل ايه؟ بيقوم حاطط له فلوس كده قدامه ويشوف يا هل يعني هياخدهم ولا لا. يا هل هياخدهم ولا لا؟ بس اكيد مش هياخدهم، دي فكره قديمه قوي يا رمزي، مفيش حرامي غبي بالشكل ده. عندك مثلا انا لما خنصرت منك 150 جنيه، وكنت هتتجنن يا عيني علشان تعرف مني اللي واخدها، بس كنت شاكك فيا، قمت انت جاي تاني يوم وحطيت لي 20 جنيه، قال ايه؟ علشان اخدهم ولا لا يعني. ايوه فاكر، وانا ما خدتهمش. ايوه طبعا، لانك انت كنت هارش ان انا عامل فيك الحركه دي. لا، لاني كنت لسه ما صرفتش ال 150 جنيه بتوع امبارح. يا زكي. ايوه دول، فاكر طبعا. طب انت عايز نعمل ايه يعني؟ احط للدبدوب 20 جنيه ونشوف هيسرقهم ولا لا؟ 20 جنيه بس اللي يتحطوا للدبدوب؟ الدبدوب ده لعبه. غبي تاني، انا برضه غبي تاني. افهمني عادي، ما هسامحك. افهمني انت يا سيدي، تحط الدبدوب ده قدامهم وتشوف يا هل يعني مين فيهم هتاخده. يا هل مين فيهم هتاخده؟ تصدق فكره يالا، ومكافاه ليك مخصوم منك ال 150 جنيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها يا عادل، عرفت الدبدوب يبقى ابن مين؟ لا، عرفت الدبدوب مبعوث لمين. مين 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 مين؟ الدبدوب ده مبعوث لوحده موجوده هنا في البيت. على فكره يا عادل، انت ما تعرفش حاجه، انت ابني وانا عارفاك كداب زفه. لا يا ماما، المره دي انا عارف كل حاجه.
الجواب اللي جه مع الدبدوب بيقول ان اللي بعته اول حاجه لواحده ست هنا، ثاني حاجه اللي بعت الجواب ده واحد راجل، ثالث حاجه ودي الاهم عايز اعرف الجواب ده والدبدوب مبعوتين لمين ومين هو الراجل اللي بعته. ما تزعليش مني يا مجيده يا اختي، الدبدوب ده جاي لبنتك نجلاء. يا سلام، وايه اللي ياكد لك بقى كده ان شاء الله؟ دي حاجه واضحه زي الشمس بدون تعليق. عشان هي مراهقه وبعدين بتتفرج على فيديو كليب وما راحتش المدرسه النهارده عشان تستنى الدبدوب، وما فيش داعي بقى فتة اكتر من كده. انا ما روحتش المدرسه النهارده عشان انا تعبانه، وبعدين في ايه يعني لما اتفرج على الفيديو كليب؟ ما سناء هي كمان بتقعد تتفرج معايا. بصي بقى، شور 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 ان الدبدوب ده جاي للست سناء. كل شيء جايز. ليه لا، انا ليا معجبين كتير، بس المعجب بيا هيجي لي من الباب مش هيبعت لي دباديب. وبما اني مدرسه فاضله فانا بعكس شكل الاخلاق والرزينه والفضيله والاخلاق الرفيعه، وانا شايفه ان اللي بعت الجواب ده حاجه من الاثنين، يا اما مراهق يا اما بيعاني من مراهقه متاخره، وبعته لوحده حاجه من الاثنين، يا اما مراهقه يا اما بتعاني من حاله مراهقه متاخره. ها انا مش بتكلم تاني. خلاص انا اسف، قلت لك سيبني اكمل كلامي يا اخي، مش عارفه اعبر عن رايي. اتفضل. ولو بصينا للجواب ده بما اننا درس علم نفس، هنلاقي ما بين السطور نفهم من فحواه ان هو مبعوت لواحده في سن الياس. طب وليه ما يكونش حد طالع ونسيه، او حد نازل ونسيه، او حد كان واقف على الباب او معدي ونسيه، او حد نسيه علشان نسيه عادي يعني؟ او ممكن يكون حد تاني نسيه غير الحد اللي انت قلت عليه نسيه فنسيه يعني. طيب عموما بكره كل شيء هيبان. يلا يا راني. انا عايز اعرف كل حاجه دلوقتي بقى. على فكره بقى عادل بقى، انت بصراحه يعني بتبالغ قوي، يعني بتبالغ قوي. انا ما ببالغش، انا لازم اعرف الدبدوب ده مبعوت لمين في البيت ده عشان انا مش طرطور. ما هو ممكن يعني عادي، يعني ممكن يكون جه بالصدفه. الصدفه ازاي؟ هو بني ادم ده لعبه يا هانم. طيب ممكن يكونوا بيوزعوه هدايا بمناسبة عيد الحب. مين هم اللي بيوزعوه؟ الناس اللي بتوزع. مين هم الناس اللي بتوزع؟ الناس اللي بتشتغل موزعين يا عادل. اللي هم مين؟ هم الصينيين. قصدك مين يعني؟ السفارة الصينية؟ ممكن يكونوا بيوزعوا دعايه لمنتجاتهم. يا سلام، هم الصينيين محتاجين دعايه؟ مش محتاجين اي دعايه. عموما انا هحط الدبدوب ده في الصاله واشوف اللي هتاخده تبقى هي اللي مشاركه في الجريمه. عادل عادل. Thank you.
ضحكت ولا ايه؟ ايه ده يا ماما طردتك بره الاوضه؟ انت دبدوب؟ ايه ده اللي حصل؟ هو فقس؟ لا دي مامتي الدبدوب، جيت عشان تسال عليه. جت تسال عليه؟ قلب الام بقى وجت بنفس الطريقه برضو؟ هي كمان رنت الجرس، اما فتحت الباب لقيتها واقفه. لقيتيها واقفه وجايه بنفسها يعني؟ انت ما تعرفش. ما اعرفش ايه؟ ايه؟ اصل اللعب لما احنا بننام هي بتقعد تتحرك وتمشي وتاكل وتشرب وتلعب مستيكه وتلعب استغماية مع الدبابيب التانيه وتروح تزور جيرانها ومش عارفه إيه. انت بتسرحي بيا جرقاس لعب بتتحرك بس. وبعد كده بعد ايه لما احنا بنصحى هي بتقف ثابته كده. لا معقوله يعني؟ معقوله يا ياسمين اللعبه هتقعد تتحرك ولما نبص لها تفضل ثابته والبلد كلها عارفه وانا الوحيد اللي مش عارف؟ اسرحي بيا يلا بيا. يا سلام. يلا ياسمين اوعى كده. يلا انا خلاص كل خيوط الجريمة بقت في ايدي. الجواب التاني اللي جه ده وضح لي حاجات كتيرة جدا ما كانتش باينة في الجواب الاولاني، وعرفت مين هو اللي جايله الدبدوب التاني. مين يا عادل؟ نفس اللي جايله الدبدوب الاولاني. وعرفت كمان مين اللي بعته. يوه مين يا عادل؟ نفس اللي بعت الدبدوب الاولاني. ايه المعلومات الفظيعة الجديدة اللي انت اضفتها دي يا عادل؟ ما كل ده معروف يا ابني. ما هو معروف عشان انا اللي قلته دلوقتي حالا قدامكم، لكن انتوا لو ما كنتش قلتلكوا ما كنتوش هتعرفوا. طب ما تقرا لنا بقى الجواب علشان نعرف مين بدل الالغاز اللي انت عمال تقولها. حاضر، الجواب هيتقري. حبيبي يا صغير يا وحشني. يا صغير طبعا عرفنا هنستثني مين. يا خساره يا دي الحظ، ناس ما عندهاش نظر. حبيبي يا ابو عيون عسليه. خساره عمليه زرقاء دي هحاسبك عليها بعدين اصبري. حبيبي يا ابو عيون عسليه كلك رقه وطيبه وحنيه. فلك الجبان ما تزوق يوم وتطل عليا حبيبي يا ابو عيون عسليه. انا كنت متاكده ان الدباديب دي بتيجي ليا انا، بس بصراحة أنا معرفش مين اللي بيبعتها لأن ذوقه زبالة، وأنا بصراحة ما بعرفش ناس زبالة. بس 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 نجلاء يا حبيبتي، إحنا طبعا عارفين إن إحنا عيلة واحدة وإحنا أسرة واحدة، ولازم تفتحي لي قلبك لإما هفتح لك دماغي. والله العظيم ما أعرفه. أنا مش مصدقك يا نجلاء. الله، ويعني هي هتكذب ليه؟ البنت ما بتكذبش لأنها طلعاني وما بتكذبش أبدا. على فكرة بقى الدباديب دي بتيجي لياسمين لان انا شفت الواد حماده كان عمال بيحوم حوالين البيت من يومين. بس 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 ياسمين يا حبيبتي، انا عايزك تفتحي لي قلبك وتقولي لي ايه اللي حصل بالظبط. الواد حماده كلمني من يومين وقال لي ان هو في شرم. يا كذابه. انا بقى عارفه مين اللي بيجي له الدباديب دي. مين يا ياسمين؟ نجلاء. وانت عرفت منين؟ عشان بتفتري عليا دلوقتي. بس بقى يا عادل، بيجي لها الدباديب من حد ما تعرفوش، كبر بقى. انا اللي هفتح، انا اللي هفتح. بابا الدبدوب جه وهو كمان رن الجرس. دول عايزين لهم اوضه لوحديهم. استنوا الخيوط بتاعت الجريمة ابتدت تكتمل يا جماعة. تاني مع الدبدوب. ها اللي بتبعت له الدباديب دي هيعترف على نفسه ولا اقرا الجواب ولا ايه؟ يا عم ما تقرا الجواب وتخلصنا في ليلتك دي يا عادل. ماشي انا هقرا الجواب، مع اني كنت مدي فرصة للي بيجيله الدباديب. انا ببعت لك النهاردة عشان اقول لك كل سنة وانت طيب، عشان تعرف ان انا ما نسيتش عيد ميلادك. مع السلامة يا حبيبي. مع السلامة يا حبيبي وماضي البجح كمان. النهارده بقى عيد ميلاد مين؟ مبروك يا بابا، عيد ميلادك النهارده مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبتي، كل سنة وانت طيبة. ها هتقولوا عيد ميلاد مين ولا اعرف انا بنفسي؟
ما هي قالت لك بنتك كل سنة وانت طيب ومبروك؟ ايه ده قصدكوا ايه؟ قصدكوا ان الدباديب دي كلها كانت بتيجي عشان انا؟ يلا يا جماعة بقى نسيبهم مع بعض في لحظة هدوء وحب وسعادة. دبور وزن على خراب عيش. باي باي بقى يا عدولة، سهرة سعيدة. ربنا معاك يا رب، خلينا مطينا بطينا. رانيا حبيبتي اكيد في حاجه غلط، الخيوط بتاعت الجريمه كلها اتلخبطت في بعض. عادل يا حبيبي، انت الوحيد اللي عيد ميلادك كان النهارده، يبقى انت اللي كان بيجيلك الدباديب وانت اللي كان بيجيلك الجوابات يا ابو عيون عسليه. صحيح، ايه حكايه يا خساره عينيا زرقاء دي؟ ها ما تغيرش الموضوع، مين اللي بيبعت لك الجوابات؟ والله بجد ما اعرف يا رانيا، والله ما اعرف. طب وريني الجواب. ايه ده؟ هو مكتوب اهو، من فيرجينيا البرازيل، ملحوظة، مرسل مع الجواب صورة ليا عشان ما تنسانيش. يا سلام، مين بقى الست فيرجينيا البرازيل دي يا عادل؟ ايوه افتكرت، دي ست كبيرة عندها بتاع 70 سنة، يعني جت مصر كده من 10 سنين وعملت لها سفاري هي ومجموعة من اصدقائها، فست بتشكرني يعني مش اكتر يعني. هبلس، لانا عايزة اصدق الكلام لهبل ده بجد، اكيد في خيط غلط دخل في وسط الخيط. لا استنى، بتعمل ايه هنا؟ انا بتاع التليفونات على فكره. دول بتاع التليفونات على فكره يا دوله، ده ايه الغباء اللي ملوش نهايه ده؟ معلش يا دوله، بص انا بصراحه بقى نسيت احط صوره الست فيرجينيا مع الجوابات اللي انا حطيتها. هات سنه الصوره دي، هات الصوره دي. هي دي فيرجينيا؟ ايوه هي دي، دي صورتها من 10 سنين ايام ما كانت هنا في مصر من 10 سنين. دوله تلاقيها كبرت بقى. سلام عليكم رمزي. نعم. عايزك تسبقني على البازار. انت يا رمزي، انت اللي كنت بتبعت الدباديب والجوابات دي كلها، ده انا كنت هطلق بسببك. هتستهبل يالا، يخرب بيت عقلك، مين اللي خلاك تبعت الدباديب دي؟ ياض ولا هتعمل لي فيها اخرس؟ مين اللي كان بيخليك تبعت الدباديب؟ كله ناحيه واحده يا غبي مره كده. ولا قولي مين اللي كان بيبعت الدباديب؟ برضو مصر على الانكار. ماشي، عشان ما يبقالكش حجه، قولي بقى مين اللي كان بيبعت الدباديب؟ انا شلت لك اللزقه خلاص، تعرف تتكلم عادي، اتكلم. عطشان. عشان دي اول كلمه تنطقها عطشان؟ حاضر يا عطشان. دوله ادي الميه اهي، مش هشربك الا لما تقول لي مين اللي كان بيبعت. فيرجينيا بتاعت البرازيل يا دوله. فيرجينيا بتاعت البرازيل، وما قلتليش ليه كده من الاول؟ اصل هي كانت موصلي ما اقولكش. وانت رحت سامع الوصيه. حلوه قوي. الجوابات اللي كانت بتيجي مع الدباديب كانت مكتوبة بالعربي، أكيد مش فيرجينيا هي اللي كاتباها. مين اللي كتب الجوابات؟ أنا يا دولة. يعني مش هتقول لي مين اللي كتب الجوابات؟ أنا يا دولة. وسر برضو على الإنكار، مين اللي كتب الجوابات؟ أنا. غبي برضو مصر، برضو مصر. انت حمر مش هتشرب، هسيبك هنا اهو كده، هو مربوط في الشجرة لغاية ما تموت. مين اللي كتب الجوابات؟ معرفش. ما تقول كده من الاول، مين اللي ما كتبها؟ معرفش. ثلاثة معرفش، يعني انت اللي كتبت الجوابات. مين؟ مش عارف.